طيب هنروح لخبر اخر يمكن ايضا ما خدش حقه بشكل كبير، ولكن كان بيتلعب في مصر من 3 ل 5 يعني نوفمبر اللي احنا فيه، بطوله رفع الاثقال او بطوله المونديال رفع الاثقال البارالمبي. تعرفين حضراتكم ان احنا عندنا بطلين كبار، بطلين عالميين يعني شريف عثمان وفاطمه عمر، يعني دول من الابطال الكبار اصحاب تاريخ كبير في رفع الاثقال البارالمبي. المهم البطوله دي كانت في مصر، ومصر حققت فيها انجاز كبيره وسطرت ملحمه كبيره بالفوز ب 32 ميداليه. خلينا استعرض مع حضراتكم الميداليات، وبالمناسبه البطوله اتلعبت في صاله الدكتور حسن مصطفى زي ما ذكرت سابقا من 3 ل 5 نوفمبر اللي احنا فيه. الميداليات جت كالاتي: 14 ذهب، 13 فضه، 5 برونز. بدأنا المشوار وحققنا 11 ميدالية في اليوم الأول، وبعدين حققنا 15 ميدالية في اليوم الثاني، واختتمنا المنافسات بتحقيق 5 ميداليات في منافسات الزوجي رجال سيدات والزوجي المختلط. دي لقطات طبعا وصور من البطولة. البطولة شارك فيها 70 لاعب ولاعبة من 12 دولة، هم إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، ملدوفا، استونيا، المجر، ملاوي، غينيا، كينيا، مصر. دول الفرق اللي شاركت في بطولة العالم أو مونديال رفع الأثقال، وطبعا غاب عنهم طبعا شريف عثمان وفاطمة عمر اللي بيتأهلوا طبعا من إصابات عشان يعني إن شاء الله يشرفونا في المحافل الدولية كالعادة. وعشان نعرف أكتر عن البطولة دي هيكون معنا على التليفون الدكتور شعبان الخطيب، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس اللجنة أو اللجنة المنظمة للبطولة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ نظام علي. طبعا ببارك لحضرتك الانجاز كبير 32 ميداليه. الحقيقه يعني الحقيقه احنا اتفاجئنا بالرقم، كنا متوقعين اكيد يعني ميداليات كثيره، ولكن 32 ميداليه ده بياكد قد ايه الحمد لله احنا ماشيين عن الطريق. كلمنا عن البطوله، عن الفرق المشاركه، ظروف استضافتها، والحمد لله خرجت بشكل جيد. اتفضل يا دكتور. اولا مبروك لمصر عدد الميداليات الجميله اللي احنا حققناها في البطوله بفضل اولادنا الابطال وفضل رفع الاثقال. يعني رفع الاثقال هي يعني اللعبه السباقه اللي هي حصيله مصر في الدورات البارالمبيه كلها من خلال رفع الاثقال. عندنا ابطال عالميين، ابطال حققوا المستحيل في الدورات البارالمبيه السابقه. البطوله احنا تشرفنا يعني مصر ان هي تنظم بطوله كاس العالم لرفع الاثقال البارالمبي التي أقيمت في الفترة من 3 ل 5 في صالة حسن مصطفى. الحمد لله بفضل من ربنا كانت الحصيلة النهائية لمنتخب مصر ببطولة العالم 11 ميدالية ذهب، 11 ميدالية فضة، 4 ميداليات برونزية. ده للفردي. بالنسبة للجماعي حققنا النهاردة اليوم الثالث 3 ميداليات ذهبية و2 فضة و1 برونز. اصبح حصيله الميداليات بتاعتنا 32 ميداليه. يعني الانجاز التاريخي ده اللي اولادنا استروه النهارده في بطوله كاس العالم يضاف لرصيد اللجنه البارالمبيه بقياده الدكتور حسام الدين مصطفى ومجلس الاداره المحترم اللي بيدير بكفاءه عاليه جدا جدا. وبرضه الانجاز ده لازم ننوه عليه، مش جاي من فراغ. القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه اللامحدود لذوي الهمم واعطائه الضوء الأخضر مع وزارة الشباب ان هي توفر كل الدعم لأبطالنا للفترة اللي جاية، ان احنا تمثيلنا يبقى تمثيل الانجاز ان احنا نعمله في باريس 24. نعم. طيب يعني دكتور طبعا اكيد يعني كلام محترم ونتيجه محترمه جدا جدا، بس احنا برضو عينينا على الدوره البارالمبيه في باريس 2024. يعني كلمنا عن الاستعدادات، رؤيتكم ايه؟ مخططين مشاركه كام لاعب؟ يعني كلمني اكتر عن باريس، لان خلاص احنا بنتكلم النهارده في اقل من سنه هتنطلق الدوره البارالمبيه او يمكن سنه تقريبا، فشايف حضرتك ازاي الطريق وانتم بتخططوا ازاي؟ الفترة اللي فاتت دي حضرتك يعني احنا النهارده يعني في مدرب اجنبي جبناه لرفع الاثقال، ودي اول جزئية بنعملها. يعني الالعاب التانية كلها احنا بدأنا نشوف الفكرة دي ان احنا نجيب مدرب اجنبي، والراجل برضه بقاله دلوقتي معانا يعني 3 شهور 4 شهور، يعني على اساس ان هو ياخد مع اللعيبة ويتناغموا مع بعض. دي جزئيات ان انت تجيب مدرب صاحب فكر ومدرب يعني هيقدر يدي ومعاه
الابطال البارالمبيين السابقين اللي هم الجهاز المساعد بتاعه، المعسكر اللي معمول، وبرضه اللجنه البارالمبيه عملت دعم للابطال بتوعنا بالناشئين، ومدرب خاص بالناشئين موجودين جوه المعسكر. ممتاز. على اساس ان هم تكون الذخيره بتاعتنا للفتره اللي جايه، احنا مش بنبص برضه يعني رغم ان سيادتك اتكلمت في حته باريس فاضل الله سنه، التخطيط اللجنه البارالمبيه باريس محطه للدوره البارالمبيه السابقه، يعني الموجود دلوقتي عناصر جيده هتبقى باريس وما بعد باريس ان شاء الله. اللي موجود دلوقتي في بعض من اللاعبين اتاهلوا لباريس، واحنا النهارده زي مثلا على البطوله اللي كنا فيها النهارده بطوله كاس العالم بتتعمل في القاهره، هي بطوله يعني بتساعد للتصنيف الطبي، واللي هي بتساعد ان هي تكون محطه للناس اللي ما تاهلتش تتاهل عشان تشارك في الدوره البارالمبيه القادمه ان شاء الله. طب برضو يعني اكيد يعني مش هنتكلم عن رفع الاثقال البارالمبي الا ما نعرف اخبار طبعا شريف عثمان وفاطمه عمر، اخبارهم ايه؟ التاهيل اخباره ايه؟ هل هنشوفهم في بطولات قبل باريس ولا هيتاهلوا ازاي؟ يعني طمنا على النجمين الكبار اصحاب التاريخ الكبير طبعا ولم نعتز بيه. احنا زي ما قلت لحضرتك بتبقى في محطات لحد في خلال السنه ديت كذا بطوله عالميه. البطوله العالميه ديت كل زي ما قلت لحضرتك النهارده البطوله ديت بتساعد للتصنيف الطبي. نعم. لما بنساعد للتصنيف الطبي ونوصل برضو مثلا في بطوله العالم اللي جايه بالنسبه للرمز اللي او الرموز اللي حضرتك اتكلمت عنها، كابتن شريف عثمان وكابتن فاطمه عمر وكابتن رحاب، احنا عندنا عناصر انت حضرتك يعني ببقى سعيد ان انا الاقي الكل حافظ اسامي اولادنا اللي احنا كنا مفتقدينها قبل كده. يعني انا بطل بارالمبي سابق وعضو مجلس اداره اللجنه البارالمبيه، بس انا كنت بلعب العاب قوه. يعني الاهتمام بالرياضه البارالمبيه في الوقت الحالي اختلف كل وجزء، يعني انا جايب ميداليه في دوره اطلانتا سنه 96. ما شاء الله. النهارده بعد اذن حضرتك كل اللي احنا ما قدرناش نحققه واحنا لاعبين، النهارده في مجلس الاداره عندنا ثلاثه من الابطال البارالمبيين السابقين جوه مجلس الاداره. يعني اللي احنا يعني احنا عندنا يعني طاقه ان احنا نوصل في النهايه لتمثيل مصر المشرف في الدوره البارالمبيه القادمه، وان شاء الله نرجع نهادي الشعب المصري والقياده السياسيه ووزاره الشباب بميدالياتنا ان شاء الله في باريس 24. طبعا دكتور شعبان الخطيب عضو مجلس اداره اللجنه البارالمبيه ورئيس اللجنه المنظمه، بشكرك شكرا جزيلا. والحقيقه انا بحييك الحقيقه يا دكتور كمان على يعني ان انت عايز، خليني اتكلم بكل صراحه، يعني بيعجبني من كلام المسؤولين لما بيكون هو عايز يذلل العقبات للجيل اللي موجود اللي هو شافها. يعني انا اتبسطت جدا لما بيقولوا ان في ثلاث ابطال بارالمبيين موجودين في مجلس الاداره، كل طاقتهم وكل شغلهم ان هم بيخلوا الجيل اللي موجود دلوقتي في ظل توفير كل شيء لاصحاب الهمم وفي كل النشاطات الحقيقه، سواء من وزاره التضامن، وزاره الشباب والرياضه، اللجنه البارالمبيه المصريه، من كل الاتجاهات في دعم كبير، وده حقيقه ملموس مفيش شك. يعني مفيش حد يقدر يتكلم ربع كلمه في هذا الاتجاه، ان في دعم بشكل كبير لاصحاب الهمم رياضيا وثقافيا وتعليميا وكل شيء. ببقى سعيد لما الاقي المسؤولين بيتكلموا ان هم عايزين يخلوا الجيل الحالي ما يشوفش المعاناه اللي هم شافوها، وده بيبقى بدايه النجاح زي ما حضراتكم شايفين. ورفع الاثقال مش محتاج اتكلم عنه، سواء بارالمبي او اصحاء، الاثنين ليهم رحله كبيره جدا في او ليهم تاريخ كبير في الرحله الاولمبيه المصريه، ونتمنى لهم كل التوفيق.